بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. نحييكم بأجمل وأطيب تحية في بداية هذا الصباح ضمن المنافسات هنا على أرضية ميدان الديد من مهرجان قناة الوسطى في هذه المشاركة. على بركة الله وتوفيق أيها الأخوة المستمعين الكرام، نعلن عن انطلاقة وبداية شوطنا الثاني الخاص للإبكار المهجنات لسن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط ونتقدم مباشرة مع أول المراكز وأول الأسماء الحاضرة على المركز الأول. هذه الآن في مقدمة هذا الشوط شواشة على المركز الأول، خليفة بن حمد بن سالم الخرم الاكتبي من يتصدر الآن مع انطلاقة شواشة على الصدارة والبداية. نقلتنا إلى المركز الثاني القادمة زعفرانة لعبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي. المركز الثالث هذه المتقدمة وزن عبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي على المركز الثالث، ورابعا مكيدة لصابر بن سعيد بن صابر الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس تدخل شعار بن نومة مع عرنين محمد بن خليفة بن نومة الاكتبي القادم على المركز الخامس وسادس المراكز. هناك الحضور مع اللي هي هجمة سلطان بن زيد بن مبارك بن غويث الاكتبي يتقدم مع وجود هجمة على المركز السادس وسابع المراكز. هناك من الطرف الآخر أرى التقدم والحضور على المركز السابع بانضمام الطبي علي بن مطر الساحل الاكتبي على المركز السابع وفي ثامن المراكز. هناك على المركز الثامن مهابة خليفة بن عوض بن حمد الخاصون الاكتبي في ثامن المراكز وتاسع المراكز. المركز التاسع هذه الحاضرة الجذابة هادي بن راشد بن عبيد بن دريش الاكتبي، وعاشر الأسماء اختتم هذه النتيجة وهذه الجولة مع وطن أحمد بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاكتبي على المركز العاشر. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الانطلاقة للعشر المراكز المتقدمة الحاضرة في هذا الشوط. ونعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هناك الانضمام والحضور على الصدارة والبداية. هناك رأى الصدارة والمركز الأول مع شواشة بشعار الخرم خليفة بن حمد بن سالم الخرم الاكتبي هو المسيطر على المقدمة وقيادة هذا الشوط على المركز الأول برفقة شواشة على الصدارة والبداية. بدأ التغيير، هناك من غيرت إلى المركز الأول واختارت الصدارة في الموقع الصحيح في الموقع الممتاز. هذه الآن إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع المركز الأول، هذه الآن وزن على المقدمة والصدارة. عبد الله بن زيد بن عبد الله الاكتبي هو على مقدمة هذا الشوط من يتسلل وينتقل إلى المركز الأول. زعفران قادمة على المركز الثاني، عبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي الحاضر على مستوى المركز الثاني في هذا التقدم الرائع. المركز الثالث هذه الواصلة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تدخلت الآن في هذا الشوط وصلت الآن في هذا التحدي الضبي القادمة في هذه المنافسة علي بن مطر الساحر الاكتبي على المركز الثالث. والأسماء بدأت تتقدم في هذه اللحظات، وصلت مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام القادمة هناك من زاوية الميدان، ومن انتقلت إلى المركز الأول في هذا التواصل المباشر غيرت الآن إلى الصدارة مهابة مع شعار بن دغيش
ينتقل إلى المركز الأول. حمد بن راشد بن عبيد بن دغيش الاكتبي مشاركا بهذا الشعار وباسم مهاب على المركز الأول في الكادر الأمامي. المركز الثاني وصلت زعفران بشعار الخاصوني عبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي هو مع المركز الثاني. المركز الثالث هذه مكيدة قادمة مع صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي القادم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هذه خواطر راشد بن خليفة بن زيد بن خليفة الطنيجي على المركز الثالث. ورابع المراكز وزن عبد الله بن سيف عبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي على المركز الرابع. وخامس المراكز هذه المتقدمة اللي هي كنيف لناصر بن عبيد بن راشد الطريجي على المركز الرابع. خامس المراكز هناك الحضور والمتابعة مع غاية راشد بن مصبح بن نهيل الحاضري على المركز السادس في هذه الانطلاقة. المركز السابع تتواجد الآن اللي هي هجمة سلطان بن سيف بن مبارك بن قويت الاكتبي يقدم لنا هجمة في هذه المنافسة. افتتحنا الكيلو والمتر الاخير بوابة الكيلو المتر الخطير في هذه الاندفاع القوية. ونعود الى جنيف على المركز الاول ناصر بن عبيد بن راشد الطنيجي وبينما الدخول الذي بدأ هنا على المركز الاول. هذه مشاهدين الأعزاء شايبة علي بن مهير بن بريشة الاكتبي وغيرت الآن غاية راشد بن مصبح بن نهيل الحاضري. المركز الثالث مكيدة صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي قادما على المركز الثالث في هذه الانطلاقة في هذه التحديات الصباحية. نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط مع شوق بن عمران مع المركز الأول هنا في هذه الانطلاقة. النقطة الثانية مع مكيدة صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي يقدم هذا العرض الرائع بانطلاقة مكيدة هنا لتسجل النقطة الثانية الفوز الثاني في هذا الصباح. شعار حفلة المتواجد على المركز الأول. تهانينا والناموس إلى مالك مكيدة صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي. المركز الثاني كان الوصول مع شوق عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاكتبي. وفي المركز الثالث كان الحضور مع اللي هي غاية راشد المصبح بن نهيل الحافري. المركز الرابع كان الوصول مع أدرك حمد بن راشد بن حميد بن حميد الاكتبي. وخامسا المركز الخامس اللي هي الشايبة لعلي بن مهير بن بليشة الاكتبي في المركز الخامس. إذا تهانينا وناموس إلى مالك مكيدة هنا من سجلت النقطة الثانية في هذا الصباح لصابر بن سعيد بن صابر الاكتبي هنا منتزعا المركز الأول ومحققا هذا الفوز والانتصار مع اللي هي مكيدة من ظفرت بناموسي هذا الشوط مع المركز الأول بشعار صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي من انتزع المركز الأول في هذا الشوط وبهذه المنافسة المميزة في هذه التحديات المثيرة. هنا التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء 7:33 و45 جزءا من الثانية. المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الأعزاء مع اللي شوق لعبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاكتبي من وصلت في المركز الثاني. ونتابع توقيتها الزمني من وصلت في المركز الثاني في هذا الشوط مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام في هذه الانطلاقة بشعار بن عمران 7:34 و24 جزءا من الثانية هو التوقيت المتسجل في المركز الثاني. المركز الثالث كان الحضور مشاهدين الأعزاء مع غاية راشد بن مصبح الحافري وتوقيته الزمني هو 7:37 و96 جزءا من الثانية في المركز الثالث.